بسم الله الرحمن الرحيم. أول محاضرة لينا في 3.2 Real Analysis 3.2 بتتكلم عن Limit Theorems، يعني نظريات متعلقة بالنهايات، يعني نهايات السيكونس. أوكي، طبعا Math 311. أوكي، أول حاجة هنتعرض لمفهوم Bounded Sequence. احنا قبل كده اتكلم عن Bounded Set، ان في عدد M كل عنصر من العناصر بتاع السيتس بيبقى أقل من هذا رقم القيمة المطلقة. نفس الكلام لو أنا عندي سيكونس X عبارة عن XN of real numbers، يعني كلها سيكونس مع عدد حقيقي. طيب إمتى نقول عليها إنها bounded؟ is said to be bounded، يقال إنها محدودة أو محددة. إمتى تقول إنها محددة؟ if they exist، إذا توجد عدد حقيقي M ماشي أكبر من الزيرو موجب، بحيث such that القيمة المطلقة الـ absolute value الـ modulus بتاع xn ماشي أقل من m. طب هل ده مثلا لثلاث أربع حدود؟ لخمسة ستة؟ لا، ده لازم يكون لجميع الحدود. يعني إيه؟ لكل n في الـ إيه؟ في العدد الطبيعي. يعني x1 وx2 وx3 وx4 وأنت ماشي على طول جميع الحدود كلهم ماشي، كل واحد فيهم لو خدت له القيمة المطلقة الـ absolute value تبقى القيمة المطلقة بتاعته أقل من هذا الـ M. واحد يقول لي طب لو ما لقيناش إيه يعني؟ مش مشكلة، تبقى not bounded. يبقى لو ما لقيناش الكلام ده، لو لم يتحقق هذا الشرط، بنسميها not bounded أو unbounded. يبقى ماشي. طيب ناخده مثال، مثلا X مثلا بيساوي N سكوير، يعني دي عبارة عن مين؟ 1 سكوير، 2 سكوير، 3 سكوير، وهكذا. 1 سكوير 1، 2 سكوير 4، 3 سكوير 9، وهكذا. ماشي، ما هي دي معناها ايه؟ معناها كده، معناها بتساوي 1 سكوير، 2 سكوير، 3 سكوير، وهكذا، 5 سكوير، 4 سكوير، وهكذا وهكذا اهي، وهكذا اهي. الواحد سكوير 1، الاثنين سكوير 4، 9، 16، وهكذا. اهي دي unbounded not bounded. ماشي، في امثله للbounded sequence احنا خدناها قبل كده زمان، زي 1 على n bounded، 1 over n bounded. ماشي، يعني الواحد على n خدناها، والواحد على n خدناها مثال حلو قوي للباوندد، هتبقى واحد وبعد كده نص وهكذا، صح كده؟ ممكن نلاقيها كلها اقل من الواحد، القيمه المطلقه كل واحد نص كلها اقل من الواحد، ماشي، تبقى bounded. وهتقعد ماشيه نص تلت، خد اللي بعده هيبقى تلت ربع، وهتقعد ماشية وهكذا، يبقى دي bounded. بينما N حتى برضو unbounded. ال N هناخدها برضو فيما بعد، هتبقى برضو ايه؟ unbounded. N يعني 1 2 3 4 اللي هي القاعدة الطبيعية unbounded. يبقى في bounded وفي ايه؟ دي bounded، كلهم أقل من الواحد، القيمة المطلقة لأي واحد فيهم أقل من أو تساوي واحد. أوكي، يبقى في bounded sequence وفي unbounded sequence. أوكي، يعني not bounded، يبقى في كده وفي كده. طيب حلو قوي، جميل جدا. طيب في ملاحظة، لما تكون السيكونس XN bounded يبقى الست اللي هي تحتويها أو الست اللي بتتكون من هذه العناصر برضو بتكون bounded، ولو الست دي bounded تبقى السيكونس bounded. يعني if and only if. طيب احنا بدأنا وعرفنا مفهوم الباوندد سيكونس، عايزين بقى ايه علاقة الكلام ده بالconvergence أو convergent sequence؟ ماذا لو كانت السيكونس اللي معانا كونفيرجنت؟ لو هي متقاربه، لو هي اصلا متقاربه تبقى باوندد. حلو، دي نظريه اهي، سير 3 2 2، ا كونفيرجنت سيكونس. لو هي السيكونس كونفيرجنت ماشي ماشي، ا كونفيرجنت سيكونس اوف ريال نمبرز، يعني هي سيكونس من الريال نمبرز وكونفيرجنت، سيكونس من الريال نمبرز ومعناها بتتقارب العدد. طب كويس، ايه اللي هيحصل؟ تكون bounded، تبقى bounded. يبقى خلي بالكم، لو هي اصلا convergent تبقى bounded. طب هل العكس صحيح؟ يعني لو هي bounded تبقى convergent؟ لا، لو هي bounded مش شرط تكون convergent. طيب ما تيجي تقول لنا مثال كده، ورينا مثال حلو. بصوا كده حته حلوه ليكم انتوا، خدوا دي، بصوا 1
ناقص واحد واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد وماشي على طول. اهي دي باوندد، اهي دي باوندد سيكونس، بس مش كونفرجنت، لان احنا عارفين لو هي كونفرجنت تقارب حاجه واحده، في شويه بيروح للواحد وفي شويه بيروح للناقص واحد، تبقى نوت اي كونفرجنت. يبقى دي مثال جميل جدا، مثال جميل قوي، اهي باوندد ماشي. القيمه المطلقه اقل من واحد، القيمه المطلقه اقل من او تساوي واحد، حلو باوندد سيكونس، ولكنها ليست كونفرجنت، لان في حبه الاود بيروح الواحد والايفن واحد ناقص واحد، او ممكن تعكس، ممكن تقول ناقص واحد واحد، يعني ازيومد. يبقى الايفن رانكس بيروحوا للناقص واحد والاود رانكس بيروحوا للواحد، يبقى نوت كونفرجنت، هتبقى نوت كونفرجنت. اهو ده مثال بسيط جدا الى انها لو كانت باوندد. يبقى شوفوا بقى هنقول ايه، عايزين نمسح الحته دي عشان نكتب في الحته اللي احنا ايه، يعني خلاص التعريف ده قلناه واتكلمنا فيه، عايزين بقى نناقش الكلام الجميل ده. ماشي ابطال، يعني هنا مثال حلو قوي، ممكن واحد يقول ابدا بناقص واحد، ابدا بناقص واحد، عادي ايه يعني. ماشي، اهي دي مثال جميل قوي. شوف النظريه دي بتقول ايه، لو هي كونفرجنت، هي بتقول لك كده، لو السيكونس كونفرجنت، شوف بقى الكلام الحلو، لو هي كونفرجنت، كونفرجنت سيكونس تؤدي انها باوندد. طبعا الكلام ده سيكونسز موجوده في الريل نمبرز. طب حلو، لكن لو هي باوندد ما اقدرش اقول، يعني الكونفرس از نوت ترو. ومثال، خد يا سيدي مثال، خد هبداها بالناقص واحد اهي، ناقص واحد واحد اهي، ناقص واحد واحد، وهكذا ماشي. اهي دي سيكونس باوندد بس نوت كونفرجنت، يبقى العكس غير صحيح. طيب دي حته جميله، يبقى الكونفرس از نوت ترو، جميل. طب الحاجه الثانيه الخطيره بقى ايه هي؟ ايه الحاجه الخطيره؟ الحاجه الخطيره ان هذه الثيرم تعتبر جود تيست، يعني تيست رائع ممتاز للدايفرجنت. ازاي؟ لو كانت بقى هي السيكونس اللي مدينها لك نوت باوندد، يبقى لو هي نوت باوندد تبقى نوت كونفرجنت. شفت بقى؟ لان احنا عارفين ايه، ها لو هي كونفرجنت تبقى باوندد، طب لو نوت باوندد تبقى نوت كونفرجنت، ودي تعتبر حلوه قوي. وبالتالي اقدر اثبت لك ان السيكونس ان بس كده، ان اللي هي 1 2 3 وهكذا، على طول دايفرجنت. ليه؟ لانها نوت باوندد على طول. ان سكوير، ها ان سكوير احنا لسه واخدينها من شويه، اهي كانت موجوده هنا، اللي هي 1 و4 مربع ل2 مربع ل3 9 سكوير وهكذا 16، اهي دي برضو ايه؟ نوت باوندد. يبقى دي دايفرجنت ودي ايضا دايفرجنت، خلاص. وقلت لك تعتبر اكود تور، اداه جميله جدا لاثبات مين؟ لاثبات الدايفرجنت. يبقى لو انت مسكت سيكونس ولقيتها نوت باوندد، ماشي على طول طايره لفوق صاروخ، يبقى في الحاله دي نقول ايه؟ يبقى طالما انها نوت باوندد تبقى على طول نوت كونفرجنت دايفرجنت. فيري جود. طيب حلو قوي، طب ما تيجي نثبت النظريه الجميله دي. انت عندك سيكونس، ها، وهي كونفرجنت، عايزين بقى نثبت انها باوندد. مساله جميله جدا، انت بقى نثبتها. انت عندك السيكونس اصلا، ها، كونفرجنت، جميل حلو جدا. طب ما هي كونها كونفرجنت، احنا عايزين نفهم بقى الكلام اللي بيتقال. عايز يعني عايز ابدا من المحطه الاولى ليا، ان هذه السيكونس كونفرجنت. يبقى معنى كده لكل، المفروض كده يبقى فور افري ابسلون اكبر من الزيرو، ماشي، بيوجد عدد كي بينتمي للاعداد الطبيعيه، طبعا هو بيعتمد على الابسلون، هذا العدد كي اكوردنج تو ابسلون، وهذا العدد بينتمي للاعداد الطبيعيه، بحيث ان القيمه المطلقه لاكس ان، ما اكس ان السيكونس بتاعتي المتقاربه، خلاص المتقاربه ناقص اكس هي بتتقارب لاكس، هذا الكلام اقل من ابسلون. الكلام ده بيحصل من اول ترم؟ لا، من اول واحد من تاني؟ لا مش شرط،
من اعتبارا من ايه ال ان دي السافكس ده يكون لازم ان ده اكبر من او تساوي كي. يبقى الجيم يعني مثلا ادي اكس واحد ها ادي اكس اتنين ها وهكذا وماشي ماشي ماشي. هتلاقي بقى لما انت حددت ايبسلون هيتحدد معاك اكس كي واللي يجي بعده اكس كي زائد واحد وهكذا وهكذا. اعتبارا من دول الفرق بين ده والاكس ما تقول اكس ان بتتقارب. ما احنا هناخد بقى ليت اكس ان ليها ليميت يعني بتتقارب الاكس. طيب يبقى هيوجد كي ماشي اعتبارا من الكي ده كل اللي جايين دول الفرق بينهم وبين الاكس اقل من ايبسلون. طيب حلو قوي. قال لك ايه رايك انت كل ما بتحط ايبسلون بيجي لك كي. طب ما تيجي ناخد ايبسلون بواحد اي رقم. لو اخدنا ايبسلون دي بواحد يبقى لو اخدت ايبسلون فور اكزامبل ب1 هيجي لنا هذا الكي. حلو قوي تمام. يبقى معنى كده ان القيمه المطلقه الاكس ان ناقص اكس اقل من واحد. طب كويس قوي. بصوا هعمل ايه؟ هعمل حركه حلوه جدا. هقوم جاي قايل القيمه المطلقه الاكس ان. انا لما هقول اكس ان كده اهي بصوا انا عايز اقول القيمه المطلقه الاكس ان بتساوي ادي القيمه المطلقه الاكس ان صح كده؟ اه صح كده. هقوم جاي شايل اكس. مين هي الاكس؟ اللي هي الليمت. انت بتقولي متقاربه. احنا مش قلنا ان السيكونس الاكس ان متقاربه يعني الليمت بتاعتها اكس تمام؟ حلو. وخدنا الابسلون بواحد يبقى مين الاكس؟ انت بتقولي الاكس ان كونفرجنت بتتقارب الاكس خلاص خد الاكس هي دي الليمت. هنشيل مره اكس وهنضيف مره اكس. خلاص يبقى مره نشيل ومره نضيف. حلو قوي جميل جدا. يبقى حلو كده جدا كده. طب بصوا اللعبه الجميله بقى والظريفه قوي دي. هقوم جاي عامل ايه؟ ها هقوم جاي هنا عامل حركه ظريفه جدا. هقول دول هم مين؟ دول كده دول كده هسميهم ايه؟ ودي بي. احنا خدنا قاعده جميله قوي بتقول لك مودولس A بلس B أقل من أو تساوي مودولس الـ A زائد مودولس الـ B اللي هي بنسميها ترينجل إنيكواليتي. خلي هما دول A ودوت الـ B. يبقى هذا المودولس ها هيبقى أقل من أو يساوي مين؟ هيبقى ده الـ A وده الـ B. ماشي هنسمي ده الـ A وده الـ B. هيبقى نقدر نقول إيه يا أبطال؟ ها هنقدر نقول كده. هنقدر نقول كده يبقى ده اقل من او تساوي مودولس الاكس ان ناقص اكس زائد مودولس الاكس اللي عدد اكس ده هو ده الليمت اللي بتبقى تتقارب اليه العدد محدود. حلو قوي. طب دوت اقل من الواحد اهو اقل من الواحد زائد القيمه المطلقه الاكس ده عدد هي بتتقارب اليه بتتقارب الخمسه بتتقارب للنص بتتقارب لواحد بتتقارب ثلاثه على اثنين بتتقارب للسبعه على ثلاثه بتتقارب لرقم رقم يبقى ده رقم زائد رقم. حلو قوي جميل. ده الكلام ده بقى اعتبارا من ايه؟ الكلام ده بيحصل ايه؟ اعتبارا من الايه؟ ال n اكبر من الايه؟ من ال k. حلو. او تساوي k. يبقى من اول هنا كل الاعداد دي القيمه المطلقه بتاعتها اقل كل دول. يعني كل الشله دي الشله دي كلها من اول هنا كلها القيمه المطلقه بتاعت اكس ان دي اقل من 1 زائد مودولس اكس. طب حلو. طب ودول؟ هفترض دول كلهم ماشي وخد الرقم ده سميه ام 1 يبقى كل دول اعتبارا من اول اكس كي وانت ماشي كده على طول كل دول اي واحد فيهم الاكس ان بتاعته اقل من واحد اللي هي ام اللي هي 1 زائد مودولس اكس. طب وشويه دول كلهم دول اعداد محدوده يبقى هنعتبر كلهم اللي هم دول من اكس 1 لغايه هنا اللي قبل ده اللي هو اكس كي ناقص 1 كل دول هعتبرهم القيمه المطلقه بتاعتهم اللي هم دول اقل من ام 2 او دي خليها دي ام 1 دي ام 1 ودي سميها ام 2 وخد بقى الرقمين دول خد لهم الايه ها الماكسيمم يبقى 100% يعني دول شله. مين اجدع واحد فيكم يا جماعه طلع ده وده اكتر اجدع واحد فيكم طلع ده خد اكبر واحد فيهم يبقى جميع حدود السيكونس من بدايه خالص اقل من الام. مين الام؟ الام هي الماكسيمم اكبر واحده في الام 1 والام 2 خلاص. يبقى انت دلوقتي ضمنت ان جميع عناصر السيكونس كلهم
كلياتهم اقل من الام الكلياني يبقى باوندد. خلاص نراجع كده بالراحه بقى. ها اخذنا السيكونس تقارب من الاكس، اخذنا ايبسلون بواحد يبقى الفرق بين اكس ان، طبعا حطيت ايبسلون بواحد هيجي لك كي. جميع الاعداد ماشي بين الاكس ان، الفرق بين الاكس ان والاكس اقل من واحد لكل ان اكبر من الكي. حلو، هنشيل ايه؟ هنضيف اكس ونشيل اكس وناخد دوت اي ودوت بي، يبقى هنطبق الايه؟ ترينجل انيكواليتي. هيبقى هنا مودولس ده زائد ده، يبقى ده اقل من ده زائد ده، ده اقل من الواحد وده مودولس اكس، سمي ده ام واحد. وخد الاعداد بقى اللي قبل الاكس كي زي ما اتفقنا هنا اهو، خدهم القيمه المطلقه بتاعتهم ايه؟ الاقصى واحد فيهم ام 2. خد بقى الماكسيموم في ام 1 وام 2 بيبقى ايه؟ الاكس ان اعتبارا من البدايه للنهايه اقل من ام فور افري ان، يبقى باوندد، يبقى اثبتنا انها باوندد. شيء جميل جدا جدا جدا. طيب وزي ما اتفقنا مع بعض، لو هي كونفرجنت تبقى باوندد، ولو هي نوت باوندد وده عملناه في الان اهي قلناها فخلاص. طيب تعالوا نشوف مع بعض، تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي ازاي نعمل عمليات على السيكونسز. ماشي، عايزين نعمل اوبريشنز على الليمتس. يعني ايه اوبريشنز؟ يلا بينا. هل نقدر نجمع السيكونسز لو هما دي كونفرجنت ودي كونفرجنت؟ او كيف نجمع السيكونس اصلا؟ وازاي نطرحهم؟ وازاي نضربهم؟ وازاي نضرب في سكيلر؟ هو ده اللي هنتكلم فيه حالا دلوقتي. طيب كل الجزء اللي احنا عملناه ده هنمسحه علشان ايه؟ نستغله ونكتب فيه اي حاجه احنا محتاجينها. اوكي تعالوا نشوف مع بعض امثله جميله وتفهموا منها الكلام الحلو ده. طيب لو انا عندي ثلاثه سيكونسز اكس واي وزي، هل نقدر نجمعهم؟ اه، يعني انت عندك كذا سيكونس تقدر تجمعهم، تقدر تطرحهم، تقدر تضربهم. طيب ازاي بتضربهم؟ ازاي بتجمعهم؟ اهو قال لك بتجمع العناصر المتناظره. يعني ايه؟ لو عندك مثلا اكس هي اكس ان والواي هي الواي ان، خلاص؟ يعني عندك الاكس ان وعندك الايه؟ الواي ان. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعرف المجموع بتاعهم والضرب بتاعهم والحاجات دي. طيب بتجمع اكس ان مع واي ان، الاول مع الاول، الثاني مع الثاني وهكذا. يعني الاول مع الاول، الثاني مع الثاني، الثالث مع الثالث وهكذا. انت عندك اكس وعندك الواي، تجمع الاول مع الاول وتجمع الثاني وتجمع الثالث، ده جمعهم. يعني بجمع عناصر متناظره، الفيرست تيرم مع الفيرست تيرم، السكند مع السكند، الثيرد مع الثيرد وهكذا. اللي بيطلع ده اسمه اكس زائد الواي. طب لو طرحت هيبقى ده ناقص ده. طب الضرب بيبقى اكس ان في ان، الاول في الاول والثاني في الثاني، الثالث في الثالث، ما انت عندك اكس ان وعندك واي ان، اضرب الاول في الاول، الثاني في الثاني، الثالث في الثالث، الرابع في الرابع. يعني الاول في السيكونس الاولى في الاول في السيكونس الثاني، الثاني في الثاني، الثالث في الثالث، ده يبقى اسمه ايه؟ اكس في الواي. خلاص طيب امتى اضربها في رقم؟ زي في 3 في 4 في 5، بضرب جميع عناصر السيكونس، جميع العناصر في العدد سي. طيب القسمه بقى، القسمه بس لازم نكون حريصين، القسمه ما نقدرش نعرفها عاده، لا لازم تكون الزد ديت ولا عنصر فيها بزيرو، لان القسم على الزيرو ما تنفعش. يبقى شوف كله ماشي معاك زي الحلاوه، جمع حلو، طرح حلو، ضرب حلو، الضرب في كونستانت جميل، في 5 في 6 في 7 اوب جميل، الا القسمه خليك بي كيرفول. لا ما اقدرش القسمه، بخاف، لازم احط الشرط تاني. ايه هو الشرط التاني؟ ايه هو؟ ان جميع عناصر الزد لا تساوي الزيرو ولا واحد فيهم. اهو بيقول لك لو كانت الزد هي زد ان، هي عباره عن ايه؟ لا زد ان لا تساوي زيرو فور افري ان ولا ترم فيها بزيرو، في الحاله دي تقدر تنسب. طب القسمه ازاي؟ بنفس الطريقه، كل واحد على التاني. ماشي يلا بينا ناخد المساله دي. ادي الاكس وادي الواي، ها مين يجيب لي اكس زائد واي؟ ها ادي اكس زائد الواي هتساوي الجمع، هتجمع الاول مع الاول، 2 زائد 1 تبقى 3. طيب ها 4 ونص يبقى 9 على 2، 4 ونص، 4 زائد نص هتبقى 9 على 2. طيب ها 6 وتلت وهكذا، هتبقى 6 زائد تلت، هتبقى هنا 6 في 3 18، 1 19 تبقى 19 على 3 وهكذا وهكذا. هيجي بقى تجمع 2 ان زائد 1 على ان، يبقى المجموع بتاعها 2 ان زائد 1 على ان بس،
وتقعد ماشي على طول. خلاص ده المجموع. الطرح هيبقى هنا هتقول اكس ماينس واي. طب هتساوي مين؟ طبعا هنا دي لازم احطها كده هتقول 2 ناقص 1 الاكس ناقص الواي. 2 ناقص 1 هتبقى 1. 4 ناقص نص هتبقى 3 ونص، تبقى 7 على 2 وهكذا. ماشي هتبقى هي دي برضو هتقعد ماشي كده نفس الطريقه. 6 ناقص تلت تبقى 5 وتلتين. ماشي وهكذا، ماشي وهكذا. هنا تبقى هنا 5 وتلتين، 5 و2 على 3 وهكذا. هنا هتبقى 2 ان ناقص 1 على ان، وتقعد ماشي. طب جميل جدا، حلو قوي قوي. طب تعالوا نشوف كده مع بعض. ده كده الجمع ماشي، والضرب هتضرب الاول في الاول والتاني في التاني وهكذا. اكس في الواي اهي، ادي الاكس وادي الواي. خلاص وهكذا. شفتوا الفكره سهله جدا. ها هنضرب الاول في الاول، ها 2 في 1 2. طيب 4 في نص 2 ماشي، ما هو واحد المقلوب بتاعه، خلي بالكم يعني هي سهله ماشي اهو. وبعد كده بقى 2 ان وان، وهتبقى كلها اتنينات، هتبقى كلها اتنينات. 6 في تلت هيبقى 2، هتقعد ماشيه 2 2 هتبقى ليه؟ انا هتبقى 2 ان في 1 على ان، هتبقى 2 2 تبقى كونستانت. ايه؟ بقت كونستانت سيرز. ماشي يا ابطال، يبقى فهمنا ازاي؟ طبعا الضرب في 5، الضرب في 3 وهكذا. برضو ممكن ايه نعرفه؟ لو قلنا مثلا 3 اكس، لو قلنا 3 اكس، افرض مثلا عايز اعرف الضرب في كونستانت اهو 3 اكس، فين الاكس؟ اهي الاكس اهي، اضرب كل واحد فيهم في 3. يعني الاثنين هتبقى 6، والاربعه هتبقى 12، والسته هتبقى 18 وهكذا، والاثنين ان هتبقى 6 ان وهكذا. خلاص. طيب لو اخذنا مثلا القسمه الاكس على الواي، الواي مش بزيرو، عناصرها مش بزيرو، فاقدر اقسم. اقدر اقسم اكس على واي، فين الاكس اهي؟ ده على ده، 2 على 1 2، 4 على نص 8، 4 تقسيم نص 6 تقسيم ثلث 18 ماشي وهكذا. 2 ان على 1 على ان تبقى 2 ان تربيع، 2 ان تربيع، وهتقعد ماشيه كده على طول. ليه؟ لانها 2 ان على 1 على ان، على 1 على ان، الواحد على ان لان تطلع فوق تبقى 2 ان سكوير اهي، 2 ان اوفر 1 على ان، فالان دي تطلع فوق تتضرب في دي تبقى 2 ان سكوير. خلاص وهكذا. طب لو كانت الزد مثلا، بصوا كانت الزد اهي 0 2 0 وهكذا ماشي كده، وهنا 1 ناقص 1 على ان، او واحد ناقص واحد اس ان ولا ايه؟ اهي ناقص واحد اس ان، هتبقى شكلها عامل ازاي؟ اهي اهي واحد ناقص ناقص واحد اس ان وهكذا ماشي. اهي دي مثلا ما اقدرش اقسم بقى اكس على زد، ليه؟ فيها عناصر اصفار، يبقى القسمه ما اقدرش اقول اكس على زد، يبقى اكس على زد cannot be defined no، ما اقدرش اعرف. خلاص اوكي، فهمنا الاوبريشنز على الايه السيكونسز. موضوع جميل وظريف. خلصنا جزء جميل من جزء من سيكشن 3.2. هنكمل المحاضره الجايه ان شاء الله على بعض النظريات برضو مهمه واللي احنا لازم نتعامل معاها. اوكي الله يعطيكم العافيه، عقبال ما نشوفكم في المحاضره القادمه ايضا. ما زلنا في 3.2، المحاضره دي المحاضره الاولى، المحاضره الجايه هتكون محاضره ثانيه ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه.